هذه داري اللي هي كانت طبقين إلي. الآن زي ما أنتوا شايفين، لا أنتوا شايفين حجر، ولا أنتوا شايفين طابق، ولا شايفين أوضة. الآن ولادي تحت أنا، كيف بدي أطلعهم من تحت الردم؟ الآن هذا طلعت بولد هذا. الآن إيش معي؟ أنا خبز. الآن هذا إحرام لولادي اللي كانوا يناموا عليه. فين أنا عايش؟ أنا وابني على إيش؟ على خبز ممزع. فرجوا خبز ممزع يا جماعة، ما فيش أكل. فيش أكل، أنا بطالب أكل، بطالب شرب، بطالب إنه يستروا علينا بأكل وبشرب، بكابونات، بقلب ما فيها، ما فيش أسواق في غزة، زي ما أنتم شايفين أسواق غزة ماتت كلها، ما فيش أسواق، ابعتوا لنا كابونات. حطوا اللزق عليه. حطوا هيك. شكرا إله. كل الشكر، بارك الله فيك.